بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هنتكلم عن صحف الدعاوى وما يتعلق بها من اجراءات وطريقه صياغه والسير بها حتى تصل الى المحكمه وده امر بيهم كل الاساتذه المحامين وبخاصه الشباب لأن هذه الموضوعات بتعرض ليهم وبيواجهوا فيها بعض العناء فهنحاول إن احنا ندي صورة سريعة كده تفيد في هذا الأمر. فيما يتعلق بصحف الدعاوى أول حاجة بنصطدم فيها طريقة تحرير الدعوة. بيجي لك الموكل يشرح لك المنازعة بتاعته بطريقة الكلام العادية جدا حضرتك بعد كده بتبدا تصيغها الصياغه القانونيه وتجيب لها الاسانيد القانونيه الخاصه بيها يعني لما تتكون لك وجهه نظر لازم تعمل لها تاصيل قانوني مؤيد بنصوص قانون او باحكام محكمه نقد تؤيد الفكره او الصياغه او التخريج اللي انت خرجته في الواقعه اللي اتشرحت لحضرتك ثم بعد كده بتبدا تصغها سواء اذا كانت دعوه مدنيه بتصاغ في عريضه دعوه اذا كانت دعوه جنائيه جنحه بتصاغ بطريق الادعاء المباشر او بتقدم بطريق البلاغ الى النيابه او الشرطه وبننصح في هذه الحاله بان كافه تفاصيل الموضوع المعروض في البلاغ وليكن هنفترض جنحه بيقدم بها بلاغ عن طريق الشرطه او ادعاء مباشر. انا بفضل ان يقدم بلاغ مكتوب تشرح فيه الواقعه باختصار شديد وتضاف اليه ماده الاتهام المؤيده للواقعه على النحو اللي صورته حضرتك. عشان تستهدي به النيابه في القيد والوصف. وهنا بننصح بمطالعة كتاب القيود والأوصاف اللي بتستعمله النيابة في إجراءاتها حين تقيد الدعاوى وتصفها. كده أنت بتبقى سهلت عليهم الدور جدا ووجهتهم التوجيه اللي يوصلك للنتيجة اللي أنت عايزها. فيما يتعلق بالجنحة المباشرة نفس الكلام لكن عريضة الجنحة المباشرة بتختلف عن البلاغ في أنها بتبقى فيها شرح أكتر تفصيل أكتر أسانيد قانونية أكتر شرح أركان الجريمة كاملة الركن المادي والركن المعنوي وكل ما تستلزمه الجريمة من أركان استلزمها القانون والنص القانوني لا بد وأن توضح في عريضة الجنحة المباشرة ثم تزيل الدعوه بالقيد والوصف وماده الاتهام التي تؤيد هذا الفعل، ثم التكليف بالحضور والطلبات الختاميه. دي مساله بيلزم فيها الثقافه والمعرفه القانونيه، عشان لما الواقعه تتحكي لي اقدر اخرجها التخريج القانوني الصحيح المنضبط بنصوص القانون، ودايما لما اوصل لراي في مساله قانونيه لابد وأن يكون مؤيدا بالدليل القانوني الجيش تقول أنا شايف كذا أنا حاسس كذا أنا وجهة نظري المسألة مش وجهة نظر وجهات نظر حين تؤيد بالقانون تبقى دي وجهة نظر مظبوطة وتحترم وتقدم للقضاء أما وجهة نظر غير مؤيدة فهي لا تعدو أن تكون مجرد قول لا معنى له ولا دليل عليه من القانون وغير مؤيد وأنصح بأن أي حد يقيم رأي لا بد وان يكون مؤيدا بالدليل القانوني عشان كمان نحمي انفسنا من التفكير الضال والتفكير الخطا والتفكير الغير رشيد والتفكير الغير منضبط بالقانون بعد تحرير عريضه الدعوه على النحو الذي اسلفنا بنوصل لمرحله مهمه جدا هي مرحله الاعلان مرحله الاعلان اللي بيقوم بيها قلم المحضرين ودي مرحلة مهمة جدا لأن الخصومة تنعقد أو لا تنعقد بتمام الإعلان صحيحا أو بعدم نفاذ الإعلان إذا دي جهة مهمه جدا بتنعقد الخصومة عنده قلم المحضرين بتتقدم بأوراقك وما تطلبه منهم إذا قبل أهلا وسهلا إذا عندك مشكلة مع المحضر بتلجأ للمحضر الأول غالبا غالبا بتحل المشاكل إذا ما لقيتش حد يسمعك وليك سندك القانوني فيما تطلب وليك أدلتك القانونية فيما تدعي بتتوجه لكبير المحضرين في المحكمة الابتدائية بشكوى تعرض فيه ما عنا لك من مشاكل في قلم المحضرين الذي قمت بشكواه عند كبير المحضرين يبقى المحضر المحضر الأول اللي هو البش محضر أو كبير المحضرين او رئيس المحكمه الابتدائيه يجوز انك تلجا ليه اذا تظلمت من قلم المحضرين في اي اجراء. يبقى ايضا بعد ذلك اذا قدمت ورقه للمحضرين ورفضوا قبولها لاي سبب بتستطيع انك تقدم طلب على عريضه لقاضي الامور الوقتيه تعرض عليه الورقه يامر بقبولها. اذا انت مش مقيد تروح للمحضر الاول اللي يقولك عليه تعمله وتمشي لا انت حقك تبقى عارفه تبقى فاهم السند القانوني للورقة اللي موجودة مع حضرتك وبتقدمها عشان إذا أي حد اعترضك في قبول إجراءاتك أو في السير في إجراءاتك اللي انت حددتها يبقى معروف بتلجأ لفين كبير المحضرين رئيس المحكمة قاضي الأمور الوقتية دي الجهات التي تلجأ ليها وطبعا بننصح بقراءة المواد من 11 ل 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لأن دي اللي بتتكلم وبتنظم الإعلان وأوراق المحضرين وكيف يتم الإعلان وإعلان الشخص في موطنه وفي محله المختار ومن يستلم الاعلان وكيف يكون الاعلان صحيحا والاعلان في الدول الاجنبيه والاعلان عن طريق القنصليات واعلان الرسميين كل هذا هتجده في المواد من 11 ل 15 من قانون المرافعات وده يلزم تقراه وتهتم بيه جدا لان ده هتشتغل بيه طول حياتك في التعامل مع اقلام المحضرين. كمان هتلاقي في اي بطلان ربما يعتري اي عريضه جات لك او اي دعوه اقيمت ووردت اليك بتفحص اعلاناتها تشوف اذا كان الاعلان سليم ولا غلط قانوني ولا باطل مستلم الاعلان له صفه ولا ملوش مجري الاعلان له صفه ولا ملوش اعلانات التنفيذ ام بها محضر تنفيذ ولا محضر اعلان كل دي تفاصيل حضرتك هتعرفها هتفيدك جدا في عملك وفيما يتعلق بالعريضة بيتجلى دور المحامي أن حضرتك من ساعة ما بتقوم بتوجيه يمين مهنة المحاماة صرت محاميا مكتسبا للصفة إذا وقعت على عريضة فهي عريضة دعوة سليمة وقانونية وصحيحة ومقبولة قانونا وإذا خلت الدعوة من توقيع محامي صارت باطلة واعتبرت كالعدم سواء بسواء ويجوز تصحيح هذا الخطأ أثناء سير الدعوة إذا وقع عليها محامٍ مكتسبٍ للصفة، وهنا بيتجلى أهمية دورك وصفتك كمحامي، إنك صاحب صفة، صفة مهمة جدًا، توقيعك بيبعث في عريضة الدعوة الحياة، عدم توقيعك يجعلها مقبورة في حالة العدم، كأنها مش موجودة، ليه؟ لأنها لم توقع من محامي. هنا يبين لك القانون قد ايه تجلى دورك وقد ايه اصبح ظاهر وقد ايه بيعترف بيه وقد ايه بيراه دور مهم جدا والمساله والعله ايه؟ ان ما يعرضش على المحاكم الا دعاوى عرضت على محامي فاهم وملم بالقانون يقوم ما يضيعش وقت المحاكم ويقوم يعرض <تصفيق تصفيق تصفيق تصفيق> على المحاكم المسائل بشكل قانوني سليم يقوم ما يعطلش العداله والقضاء. ومش يبقى حد بيقول أي كلام على أساس إن هو يزعج القضاء ويأخذ من وقته بغير علم ولا على غير فهم ولا على غير بصيرة. كمان بيتجلى دور المحامي زي ما قلنا إن هو اللي بيخرج النزاع وهو اللي بيوصفه الوصف القانوني وهو اللي بيرأه وفق رؤيته القانونية ثم يسعى بعد ذلك بعد ضبطها ضبطا قانونيا وتأصيلها الى اقناع الجهات القضائيه المختلفه سواء النيابه او القضاء او المحكمه المدنيه فيما يتعلق بالمنازعه المعروضه سواء كانت منازعه مدنيه او جنائيه. دور المحامي بيتجلى جدا في مساله التخريج لانها بتستلزم منه ان يكون ملما بقانون المرافعات وقانون الاجراءات وقانون الاثبات. ثم النص القانوني الذي يحكم الواقعه الاجراميه المعروضه عليه وتفاصيله واركانه، كل الكلام ده لازم المحامي يكون ملم بيه. القاضي بيبقى مرجح وملم بامور الحكم في الدعوه والترجيح انما انت لازم تبقى عارف كيف يرجح القاضي وكيف يبني حكمه وكيف يؤسس حكمه وكيف تطعن على حكمه اذا جاء على غير ما تريد. ثم ناتي الى النيابه تعرف ما تقوم به من اعمال وما تقوم به من اجراءات ودور النيابه ودور الرئاسه فيما يتعلق باجراءات الدعاوى وقيدها وتفاصيلها تعرف كمان ان جنحه التبديد اذا بدون ايصال امانه لا تقبل وما تنفعش لان القانون استلزم ان يكون عقد من العقود الوارده على سبيل الحصر تعرف كمان ان جريمه النصب إذا أقيمت ببلاغ عن طريق النيابة إذا لم تطلب فيها تحريات المباحث فالمحضر مآله إلى الحفظ لأن ركنها الرقين في الإجراءات العملية هو طلب تحريات المباحث والتحريات هي التي تجعل الواقعة سليمة أو مكذوبة أما إذا قدمت جنحة نصب عن طريق النيابة وليس فيها تحريات أو لم تقرر تحريات صحة الواقعة فسيحفظ التحقيق دي من التفاصيل المهمة التي يجب أن يأخذها في باله الزميل المشتغل في الجنح المتداولة المشهور زي بالظبط قضية الضرب لازم يكون في تقرير طبي إذا حد مضروب جامد جدا وما فيش تقرير طبي يبقى لا جريمة بتتحفظ التعليمات العامة للنيابات كده كمان التقرير الطبي يراعى أن الأقوال تكون مطابقة للوارد في التقرير يعني الأقوال الثابتة في أقوال المجني عليه تكون مطابقة تماما للواردة في التقرير الطبي تطابقا يقينيا يجعل الواقعة صحيح حتى لا يدعي الخصم التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، يقول ضربني في ذراعي اليمين يطلع مضروب في راسه. ضربني بسكينة ويطلع في جرح ردي ليس جرح قطعي. لا تحدثه السكينة. فلازم تكون الأقوال صادقة ومتطابقة مع الوارد او يؤيدها الوارد في التقرير الطبي. هذا فيما يتعلق في بعض الجنح المشهوره. مساله الاعلان وضحنا اهميتها جدا في الدعوه وعرفنا اهميه دور المحامي بتتجلى في ان هو اللي بيقيم الدعوه وهو اللي بيكي بيوصفها ويقيدها ويرى ما يراه ثم يعرضه على القضاء والنيابه. المحامي ملزم بانه يعرف دور المحضرين من ساعه ما الورقه بتتقدم لقلم المحضرين كيف تقيد وكيف تعلن ثم بعد ذلك كيف تقدم الى النيابه وكيف تقيد في دفاتر وكيف تحدد لها جلسه وكيف تقدم الى الرول ثم بعد ذلك كيف اتعامل مع المحكمه بعد ما عرضت قضيتك عرض جيد تفصيلي قانوني غير مخل وغير مسهب في المرافعة يلزم أن تعيد ذلك شفاهة أمام المحكمة، لأن المرافعة الشفوية غير الكتابة. المرافعة الشفوية مؤثرة جدا عن الكتابة. المرافعة الشفوية تحرك وجدان المحكمة وتتحكم فيه وتؤثر فيه أكثر من الكتابة. وكما نعلم أن القاضي الجنائي قاضي وجدان. وحين تتعامل مع الوجدان فاللفظ وحركه الجسم وحركه اليد وادائك لهم بالغ التاثير خاصه اذا كنت متقنا لموضوع دعواك ملما بتفاصيلها مستوعبا لاركانها وجوانبها بما يجعلك تستطيع ان تعرض امرك عرضا غير مخل في عجاله شديده. مراعيا ضيق وقت المحكمه وانشغال بالها وتقلب احوالها وان الرول كبير وان القضايا كثيره. كل هذا يراعى ويراعى انك في خضم هذا كله ملزم بانك لازم تعرض على المحكمه دفاعك ولازم المحكمه تسمعه باذنها ووجدانها وعقلها وقلبها. يعني ما تكلموش وهو مضطر ما تكلموش وانت اغضبته. لا لازم تعرض نفسك بشكل يج... تجعله يسمعك لقوة ألفاظك لإلمامك بموضوعك المحكمة ما بتلاقيك فاهم حكايتك وبتتكلم من الذاكرة من غير النظر في الورق كثيرا بترى فيك الصدق بترى فيك إنك بذلت جهد فبتحبش تضيعه عليك وبتسمعك لعلك توصل معاها لشيء أو لقناعة جديدة مختلفة عن القناعة التي كونتها يبقى وصلنا لان مسألة تحرير صحف الدعاوى بيستلزم ثقافة قانونية واسعة لان الحكاية بتجيلك انت في حدوتة انت اللي بتحولها القانون وانت اللي بتحولها النص مادة وانت اللي بتحولها العريضة معتمدة لها تأثيرها ولها قوتها القانونية بناء عليه نؤكد على ضرورة الاطلاع الشديد على قانون المرافعات مداومه الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائيه والاثبات ثم باقي فروع القانون وفق المعروض عليك، الموضوع اللي يعرض عليك تبحث وتقرا فيما يخصه. اما هذه الاساسيات الاجراءات والعقوبات والمرافعات فانت تحتاج اليها دائما في كل انواع الدعاوى المدنيه والجنائيه وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته